نبدأ معك بقراءة لهذه الزيارة للسودان لواشنطن، إلى أي مدى بداية تعتقد أنها ستفتح صفحة جديدة بين بغداد وواشنطن مع وجود عدد كبير من الملفات الشائكة بين الطرفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة الفلوجة، وشكرا لهذه الاستضافة. مثل ما تفضلت، هذه الزيارة أنا أتوقع سوف تشكل منعطف مهم جدا في طبيعة العلاقات العراقية الأمريكية. وهذه الزيارة أنا أتوقع تم تحديد نقطة مفصلية، ألا وهي تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة منذ عام 2008 بالاجتماع التنسيقي الأول لهذه اللجنة اللي هو HCC. هذه اللجنة لم تعقد اجتماعاتها منذ عقد هذه الاتفاقية، وبالتأكيد هنا جدية حقيقية من قبل رئيس الحكومة والوفد الذي رافق السيد رئيس مجلس الوزراء في عملية تفعيل هذه الاتفاقية بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تكون مخرجات أساسية. النقطة الأساسية في تفعيل هذه الاتفاقية هو التحول من العلاقة الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى علاقة شراكة كاملة في إطار مرتكزات مهمة جدا، قد تكون سياسية، اقتصادية، استثمارية، البيئة، الصحة، التربية، التعليم، السياحة، التغييرات المناخية، كل الأمور التي يمكن من خلالها أن يستفاد منها العراق، وبالتأكيد هذه الجوهر الأساسي في إطار هذه الزيارة. الوفد الذي رافق السيد رئيس مجلس الوزراء أيضا توزع في ثلاثة محاور: محور يتعلق برؤية الحكومة في طبيعة هذه العلاقات، محور يتعلق بالسلطة التشريعية للاطلاع على كل ما سوف يتم الاتفاق عليه وفق هذه الإجراءات، ومحور اللي هو دعم القطاع الخاص العراقي في إطار الحديث عن الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الشركات الأمريكية، بما يعزز من سعي الحكومة إلى تطوير هذا القطاع وجذب هذه الاستثمارات وتشغيل العجلة الاقتصادية العراقية والصناعية، بما يؤمن أن يكون هنالك استدامة كاملة للرؤية الحكومية في إطار هذا المجال. بما أنك ذكرت في بداية الحديث دكتور خالد إلى أن الملف الأهم هو تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، برأيك هل نجح السوداني في أن يكرس نفسه كطرف عراقي موثوق به لدى واشنطن بعد نحو عام ونصف العام على تسلم الحكومة؟ يعني أنا أتوقع اليوم كلا البلدين يعملان وفق المنظومة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وبالتأكيد هنا نتحدث عن الجانب المؤسساتي. السيد السوداني يريد أن يتحدث عن المصلحة الوطنية العليا العراقية، وبالتأكيد عن انتهاج سياسة خارجية قائمة على التوازن والشراكة بما يؤمن المصالح القومية العراقية، وهذه نتوقع هي النقطة الأساسية المفصلية في تغيير في طبيعة السياسة الخارجية العراقية منذ كانت سابقا، وبالتأكيد الحديث عن ابتعاد العراق عن سياسة المحاور، والحديث أن الشراكات الاقتصادية التي طرحها العراق يمكن أن تعزز من عملية الاستقرار وتشهد عمليات التنمية التي يمكن من خلالها أن تنعكس إيجابيا في إطار العلاقات البينية بين بغداد وبين واشنطن أو بين العلاقات مع دول الجوار والمحيط الإقليمي. هذه النقطة الأساسية التي يريد أن يصر عليها السيد السوداني من ناحية، ويؤكدها فيما يتعلق بمشاريع طريق التنمية أو فيما يتعلق بمشروع ميناء الفاو، بما يؤدي أن تكون هنالك عنصر جذب للاقتصاد الأمريكي والاستثمارات الأمريكية في الداخل العراقي. عندما يتحقق هذا الأمر تكون هنالك شراكات، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي بايدن تحدث عن شراكة. سابقا لم نتحدث هل أن العلاقة مع أمريكا هي تدور في إطار الصداقة، الشراكة، التحالف. اليوم توضحت الصورة منذ مجيء حكومة السيد السوداني، تحدث عن شراكة استراتيجية، وهذا ما أكد عليها أيضا الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن عندما قال أن الشراكة الاستراتيجية وفق معنى التعاون سوف تؤدي بشكل حقيقي إلى ضمان مصالح كلا البلدين في عملية الاستدامة التي يمكن من خلالها أن نتحدث عن علاقات من الشراكات المستدامة، ليس فقط محصورة في الجانب الأمني أو العسكري، وإنما في القطاعات الأخرى التي يمكن من خلالها أن تساعد في عملية تطوير الاقتصاد العراقي وتعطي حوافز للشركات الأمريكية أن تعمل في العراق. طيب، على المستوى الداخلي دكتور خالد، هل تعتقد أن هذه الزيارة ستخلق بيئة مناسبة للحوار السياسي الداخلي؟ هل ستستطيع الحكومة أن تستثمرها سياسيا لفك عقدة التفاهمات الداخلية؟
يعني نتوقع لأول مرة تحظى هذه الزيارة بإجماع وطني عراقي، سواء كان من الإقليم أو من ائتلاف إدارة الدولة أو من الإطار التنسيقي، في دعم رؤية رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن طبيعة جديدة للعلاقات مضى عليها عقدين، وبالتأكيد شابها الكثير من نقاط الخلاف والجذب، وما زال هنالك أيضا اختلافات في طبيعة وجود القوات الأمريكية أو فيما يتعلق قوات التحالف. أنا أتوقع الحديث عن الناحية الأمنية والعسكرية وفق معنى انسحاب القوات الأجنبية من العراق في إطار اللجنة العسكرية الدائمة من ناحية، أو ما يسمى بالتحالف الدولي، والحديث عن علاقة أمنية مستدامة بينية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والحديث عن علاقة أيضا استراتيجية وفق الشراكة الاقتصادية. كل هذه المعطيات أنا أتوقع العراق وضع لها خصوصيات يمكن من خلالها أن تعطي مسارات واضحة لطبيعة علاقات أمريكية جديدة وفق معاني المصالح، وديمومة هذه المصالح تنعكس إيجابيا على اقتصاديات كلا البلدين من ناحية وعلى المنطقة. فبالتأكيد هنا نتحدث عن استقرار، ونتحدث عن دعم هذه الحكومة من ناحية، ونتحدث أيضا عن معادلات نشر الديمقراطية من وحقوق الإنسان والحريات، وكما أشارت إليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بما يعمل ويعزز من طبيعة العلاقات الأمريكية العراقية وفق هذا المعنى. شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد عبد الإله من بغداد.